أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن المنطقة والعالم حاليا في وضع مضطرب، مشيرا إلى أن مصر تواجه تحديات على حدودها الغربية والشرقية والجنوبية. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية التي تواجه المصريين. يمكن الفيلم اللي كان بيتعرض من شوية عن أحداث 25 يناير اتكلم عن صعوبات واجهتها الدولة أثناء الأحداث الصعبة اللي مرت وعملية اقتحام السجون والناس اللي هربت وكده، لكن ما تنسوش إن كمان كان من ضمن الحاجات اللي اتعملت هي محاولة تقليب الرأي العام على الدولة، تقليب الرأي العام على الدولة أو بشكل بسيط أو للناس كلها اللي بتسمعني، يعني يبقى إحنا وإنتوا، يبقى إحنا وإنتوا، يعني إحنا وإنتوا يبقى الشعب في مكان في منطقة والحكومة في مكان تاني، الشعب في مكان والداخلية أو وزارة الداخلية في مكان، وبالتالي تقليب الرأي العام يعني يقوم بدور سلبي يحفز يدفع يسيء للأجهزة وللدولة لدى الرأي العام حتى يقوم الرأي العام باللي قام بيه في 2011. واللي حصل للشرطة مش فقط عملية اقتحام السجون والهروب والناس اللي هربت، لا ده احنا قعدنا اكتر من سنتين ثلاثة نرمم العلاقة ديت، العلاقة بين الشعب وبين الدولة وبين وزارة الداخلية، وده ما كانش امر يسير ولا سهل، كان محتاج برامج ومحتاج دعم ومحتاج صبر. من انا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ بقول الكلام ده لان احنا لازم دايما نكون دايما صف واحد، مكان واحد، كتله واحده، اي تحدي واي صعوبات تعدي علينا لو احنا مع بعض، وممكن تعمل مشكله كبيره جدا في بلدنا زي اللي احنا شفناها ديت في 25 يناير لو احنا بقينا احنا وانتوا. مفيش احنا وانتوا، احنا واحد كلنا، احنا واحد كلنا.